أعزائي طلاب معهد اسكندرية عن الإعلام، الفرقة الأولى، مقرر اللغة الأجنبية 2. هبدأ معاكم بالتوبكس اللي احنا بناخدها. عندنا موضوع بيج 4 في الكتاب بيتكلم عن ايجيبت. هقرأ معاك الدرس بسرعة وأحاول أفسره لك في إيه، وبعد كده نحل الكويستشنز اللي هي بعد الدرس وناخد جزء الجرامر بتاعنا بشكل سريع. ايجيبت، ايجيبت لايز ان ذا نورث ايسترن كورنر اوف أفريكا أند بارتلي ان إيشيا. مصر تقع في الشمال الشرقي لأفريقيا وفيها جزء في قارة آسيا. Its official name is the Arab Republic of Egypt. اسمها الرسمي هي جمهورية مصر العربية. It's bordered by Libya to the west. يحدها ليبيا من ناحية الغرب. The Sudan to the south. السودان من الجنوب. The Mediterranean Sea to the north. البحر المتوسط من الشمال. And the Red Sea to the east. والبحر الأحمر من الشرق. Egypt is the gate between Europe and Asia. مصر هي بوابة بين أوروبا وآسيا. And represents the entrance to inner Africa. وتمثل مدخل لقارة إفريقيا. زي ما احنا متفقين أن دايما الباراجراف الأولاني في أي موضوع مهم جدا أن حضرتك تركز عليه وفي ترجمته، لأن أنا دايما بجيبه لك وبجيب لك الأسئلة معظمها عليه، وبأطلب منك أن أنت ترجم الفقرة الأولى عشان تبقى عارف الدنيا فيها إيه في الموضوع بتاعنا. The population in 2019 was estimated to about 100 million people. قدر عدد السكان في مصر سنة 2019 بحوالي 100 مليون شخص. Most of whom live in the Nile Valley and the Nile Delta. معظمهم بيعيش في وادي النيل أو في دلتا النيل. Two principal cities, Cairo and Alexandria, are located there. The country is about 1 million square kilometers, about 386,000 square miles in size. Islam is the official language, official religion of Egypt. Arabic is the major language spoken there. But you can usually be understood in English or French. ولكن يمكن أن تفهم بالإنجليزية أو الفرنسية لو تحدثتها في مصر. The country is rich in tradition and culture. الدولة غنية بثقافتها وتقاليدها. A great number of the world cultural monuments are in Egypt. عدد كبير من الآثار الثقافية في مصر. These monuments date back to the early history of mankind. هذه الآثار ترجع تاريخها إلى بداية البشرية. Foreigners coming to the Nile Valley are surprised by the scenery they can observe. الأجانب الذين يأتون إلى وادي النيل يندهشون من المنظر الذي يلاحظه. Despite its natural and historical beauty, Egypt has limited natural resources and must import many raw materials used in manufacturing. The Egyptian economy is trying to catch up with other developed countries. يحاول الاقتصاد المصري أن يلحق بركب الدول المتقدمة. ده الموضوع اللي احنا نتكلم فيه النهاردة إن شاء الله في محاضرتنا، بيتكلم عن إيجيبت، وأنا يعني فسرت على قد ما قدرت فيه. والأسئلة اللي بعديه answer the following questions. احنا قلنا الهدف من دراسة هذه الموضوعات هي تنمية الثروة اللغوية وزيادة مفرداتك في اللغة. وتلاقيني انا مدي لك موضوع عن فورمز اوف انتر اكشن قبل كده، مدي لك موضوع عن ارب ابرايزنج للانتفاضه العربيه، مدي لك موضوع عن ديفرنسز بتوين مين اند وومن، ومدي لك موضوع هديهولك ان شاء الله عن ديموكراسي وكلتشر والحاجات دي كلها بتنمي عندك الثروه اللغويه. قلنا ذا اوفيشال نيم اوف ايجيبت از، اختيار عندي اربع اختيارات اي بي سي دي، طبعا هي الاجابه الصحيحه لتر سي. لو انت رجعت لكتابك هتحلها لتر سي، ذا ارب ريبابليك اوف ايجيبت. Number two, it's located mainly in الإجابة الصحيحة letter E, the northeastern part of Africa. Number three, which waterway is Egypt not directly connected with؟ قلنا الإجابة الصحيحة letter D, the Atlantic Ocean اللي هي المحيط الأطلنطي. Number four, which two countries share a border with Egypt؟ أي دولتين تشارك الحدود مع مصر؟ letter B هي الإجابة الصحيحة ليبيا and the Sudan. Number five, the most populated part of Egypt is قلنا ذا نايل فالي اللي هي لتر دي. نمبر 6 ذا اوفيشال لانجويج اوف ايجيبت از، اللغه الرسميه لمصر هي لتر سي هي الاجابه الصحيحه عربيك. نمبر 7 واخر سؤال، فيزيتورز تو ايجيبت موست ادماير اتس كلتشرال مونومنتس، اللي هي لتر اي الاجابه الصحيحه. كده انا اتكلمت في اول او موضوع من الموضوعات اللي احنا بناخدها اللي موجوده في الكتاب عندك صفحه 4 و5 و6، يا ريت ترجع له في الكتاب وان شاء الله تفهم انا قلت ايه من الجزء اللي فات. اتكلمنا جزء في الجرامر عن reported speech. قلنا reported speech
There are two main kinds of reported speech. يعني ايه reported speech؟ قلنا الكلام غير المباشر. وبعض الناس او بيقولوا عليه indirect speech وهو عكس direct speech. قلنا namely direct speech and indirect speech. Direct speech contains the exact words of people as they uttered them. هي بيحتوي على الكلمات التي قالها الشخص او نطقها الشخص بنفسه. And it's placed between quotation marks ويوضع بين علامتي تنصيص. Reported speech is the speech of a certain person or persons reshaped by someone. أعيد صياغته بواسطة شخص تاني or by the same person أو نفس الشخص أو person الأشخاص on another occasion. الكلام اللي أنا بقوله ده في صفحة 100 وأعتقد إن أنا بدأت فيكم معاكم فيه بالحاجات ديت واتكلمنا فيه بالتفصيل قبل كده. قلنا قسمنا الجمل إلى أنواع. عندنا حاجة اسمها الستيتمنتس، حاجة اسمها الريكوست سنتنسز، الكويشن سنتنسز، والإمبيراتيف سنتنسز. واتكلمنا عن شويه كده في المحاضره الاخيره عن how to change the statements into indirect speech او reported speech، كيف تحول الجمله من direct into indirect الى الكلام غير المباشر. قلت لك في مجموعه من الخطوات اللي انت بتتبعها لتحويل الجمله الخبريه من الكلام المباشر الى الكلام غير المباشر. اول هذه الخطوات قلت رقم واحد ان احنا كلمه said بنخليها زي ما هي في الجمله said. كلمه said to بنحولها الى كلمه told see، تبقى سي سي تو تحول الى تل. بعد كده نضع كلمه ذات ويمكن الاستغناء عنها، تحويل الضمائر، تحويل الازمنه الى الزمن الماضي او الى الزمن الابعد اذا صح التعبير. ايه تحويل الضمائر؟ حسب معنى الجمله اللي قدامك انت تشوف هتبلغ الكلام ازاي لغيرك، وبتحول الضمير اي مثلا يحول الى هي او شي وخلاف. اما تحويل الازمنه قلنا ان كل زمن في المضارع يحول الى ماضي، البريزنت سيمبل يحول الى باست سيمبل، البريزنت كونتينوس يحول الى باست كونتينوس، البريزنت بيرفكت يحول الى باست بيرفكت، ام از ار جوينج تو تحول الى ووز وير جوينج تو، كان تحول الى كود، شال وويل تحول الى وود، مي تحول الى مايت، ماست تحول الى هاد تو. ودي حاجات تحويلات موجوده عند حضرتك في الكتاب هتقدر ترجع لها في تحويلات الازمان. هناك بعض الظروف التي يمكن ان تتحول في الريماركس اللي موجوده عندك ان اندايركت سبيتش سم ويردز اند فريزز ار changed، بعض العبارات والكلمات يتم تغييرها. The following table shows some of these changes، صفحة 102 عند حضرتك. اللي هي ايه؟ لو انا لقيت في الجملة كلمة this تحول الى that، today تحول الى that day، tonight تحول الى that night، كلمة yesterday تحول الى the day before او the previous day، كلمة tomorrow تحول الى the following day او the day after، كلمة last week تحول الى the week before او the previous week، وهكذا حسب هذه التحولات. now تحول الى then وخلاف من الكلمات اللي موجوده عند حضرتك في الجدول اللي انت هتحفظها. لو لقيت كلمه منهم في الدايركت سبيتش اللي هي الكوتيشن ماركس ما بين كوتيشن ماركس ذس، لازم احولها الى كلمه ذات. لو لقيت كلمه تو دي احولها الى ذات دي، وهكذا حسب ما هو موجود عند حضرتك في الجدول. وفي النهايه نحذف الاقواس، تتحول الجمله من المباشر الى غير المباشر. والكلام ده هو اللي احنا اتكلمنا فيه المحاضرات، المحاضره الاخيره اللي احنا اخذناها الاسبوع اللي فات. طب بعد كده عندنا نوع من الجمل تاني او النوع التاني من الجمل هي الجمل الامريه. قلنا الامر عندنا اما affirmative imperative او negative imperatives اللي هو الامر المثبت او الامر المنفي. الامر المثبت هو ان تضع مصدر الفعل في بدايه الجمله. الامر المنفي ان تضع don't والمصدر في بدايه الجمله. طيب الكلام ما بين quotation marks اذا هو direct speech، ازاي احوله الى indirect speech؟ بتتبع مجموعه من الخطوات زي ما عملت مع الجمله الخبريه. زي ايه؟ انا عندي جمله بتقول لك dont waste your time، اما اجي اقول والله the teacher told me not to waste my time. جمله ثانيه بيقول لك والله the teacher said to me close the door، يبقى the teacher told me او ordered me او ممكن نقول warned me او هكذا، لان كلمه said هنا في الحاله ديت بتحول كلمه said الى ordered، تحول الى told، تحول الى warned، تحول الى advised، وهكذا من الافعال اللي بتحول لها في الكلام غير المباشر في الجمله الامريه. ثم اضع تو في الامر المثبت ونوت تو في الامر المنفي، وتحول الضمائر ان وجدت في الجمله خلاص، وصفات الملكيه والظروف الموجوده في الايه في الجمله تتحول حسب الجدول اللي موجود عند حضرتك في الكتاب. كده يبقى انا اتكلمت شويه عن الجمله الخبريه واتكلمت شويه عن الجمله الامريه، وفي جمل كتير وفي اكسرسايزز عليها في الكتاب، يا ريت ترجع لها في الكتاب صفحه عند حضرتك صفحة 111 و112 وتحل الجمل اللي هي على الجمل الخبرية وعلى الجمل الايه الأمرية وإزاي نحولها للكلام غير المباشر. عندنا مجموعة من الريماركس اللي احنا قريناها مع بعض،
يمكن كل ريمارك بتدي ملحوظة معينة في نوعية الجملة اللي احنا بنشتغل عليها. وليكن مثلا الجملة الخبرية يقول لك والله احنا بنعمل نحول كذا وكذا وكذا، لكن بيجي عند نقطة معينة يقول لك مثلا امتى لا يتحول الزمن في الجملة الخبرية؟ يقول لك عندي في ثلاث حالات: إذا كان فعل القول في المضارع، إذا كان سي. رقم اثنين: إذا كان فعل القول ماضي والجملة تعبر عن حقيقة علمية، يقول لك مثلا the sun shines in the east، لما أجي أحولها إلى كلام غير مباشر مش هروح أبلغ أقول له والله he told me that the sun shone in the east، غلط طبعا، بسيب الزمن زي ما هو. الخطوة الثالثة: إذا كان فعل القول في الماضي ويتبع بكلمة just now، a moment ago، a minute ago، في الحالة دي كل اللي أنا بعمله إن أنا بسيب الزمن زي ما هو وبعمل نفس الخطوات اللي أنا عملتها قبل كده، وكده يبقى أنا حولت الجملة من المباشر إلى غير المباشر ومشيت بناء على خطوات وصلت لي ان انا احول الكلام مباشر الى غير مباشر، وكده يبقى احنا اخذنا حاجه شبه تفصيليه لتحويل الجمله من المباشر الى غير مباشر في الجمله الخبريه والجمله الامريه. وفي المحاضرات التاليه ان شاء الله نستكمل كلامنا في الجزئيه دهيت، ومن الكتاب لو عايز ترجع للكلام ده كله موجود عند حضرتك في الكتاب من صفحه 100 لحد 112. أنا اتكلمت عن نوعين من الجمل، ياريت تراجعهم كويس وتحل الاكسرسايزز اللي موجودة عليهم، ولما نرجع إن شاء الله نبقى نحل الجمل كلها تاني ونعمل عليها تشيك تاني أنا معاكم في أمر الله في المحاضرة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.